شعب السودان يحبك يا رسول الله. دار السودان بالقاهرة برعاية السفارة السودانية تقيم هذه الليلة الدينية الكبرى بمناسبة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. هم أهل مصر التي نعيش بين جنباتها، لهم التحية. فرقة أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد وجيه ومحمد زقزوق، هم فرقة أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، فلنستمع إليهم. لما حضرنا أبا الزهراء باسم السفارة السودانية نيابة عن السيد القائم بالأعمال وزير مفوض الرئيس محمد علي ونيابة عن أعضاء البعثة، نزف لكم التهنئة ونقول لكم عام سعيد ومولد إن شاء الله مبارك. نحتفل اليوم مع دار السودان والذي ينظم هذه الفعالية احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفال درجت عليه دار السودان أن تحتفل سنويا بهذه الفرحة، نعيد ونجدد فيها الذكرى والتسامح، ونتمنى فيها الدعوات الصالحات لجميع الجالية وأسرة وأبنائي. نحتفل نقول دي ساحتنا في القاهرة، نحتفل هنا تيمنا بهذه الذكرى وتعاطفا معها وحبا في سيدنا رسول الله. مولد سيدنا النبي هو الهادي والنذير لهذه الأمة، والذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، به نقتدي وبه نهتدي. مقلي مقدار الخيال للحوين بعيشة العيال، يا ليلات مقلي مقدار الخيال للحوين بعيشة العيال، يا الليلة وإن كنت لا تملك ريال رزقك يليق غير احتيال، يا أشيل البلد الأمين مقدار الخيال لنحوين بعيشة العيال، يا ليلات مقلي مقدار الخيال لنحوين بعيشة العيال، يا الليلة وإن كنت لا تملك ريال رزقك يجيب غير احتيال، يا أشيل البلد الأمين. Thank you.
وين في الرسل يقرب له شبيه يوسف كان جميل خوفا عليه ومربع غامض حاجب كذا الهلال صلاة الله على من واجماله قوام يفوق على الحصى والرمال الحملة بتوهب من خيارة آدم جاح وداها البشارة نبوة كانوا سامعين الخبارة يهنوا لأمن بيتبعوا رضاله صلاة الله على من واجباله سلام يفوق على الحصى والرمال يوم وضعه حضرا في مكانه أم عثمان وأم عبد الرحمن